خلينا بقى نقول لكم فقراتنا النهارده اللي هتكون عن المسلسلات اللي هتتعرض في رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين، وهنتكلم مع ضيفنا عن الاعمال المعلن عن عرضها سواء الكوميديه او الدراميه او حتى التاريخيه، وكل ما يتعلق بموسم مسلسلات رمضان 2023. اما فقرتنا الثانيه هتكون لقاء متجدد مع الدكتور الكبير اللي بينورنا ويشرفنا دايما في استوديو صباح الورد، دكتور هاني الناظر. هنتكلم معاه عن شهر رمضان وعن دور الصيام سواء في علاج او في زياده بعض الامراض الجلديه، وازاي ممكن نوع الاكل اللي بناكله في رمضان ياثر على الجلد والشعر. وطبعا هننتظر اسئلتكم للدكتور على صفحه البرنامج، صفحه صباح الورد بالعربي، هتلاقوها مكتوبه كده على الفيسبوك، والدكتور هيجاوب عليكم على الهواء مباشره. دلوقتي بقى خلونا نروح نشوف ايه ابرز الترندز اللي كان المصريين بيدوروا عليها على السوشيال ميديا، ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم مرة تانية. زي ما شفنا في بعض الترندز، فيلم Everything Everywhere All at Once حصل على 7 جوائز أوسكار في الحفل اللي أقيم في لوس أنجلوس امبارح، ونالت الماليزية ميشيل يو جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي، لتصبح أول آسيوية تفوز في هذه الفئة. كمان فاز مخرجي الفيلم دانيال كوان ودانيال شاينرد بجائزة أفضل مخرج. كمان حصد الفيلم جوائز الأفضل لأفضل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة. الفيلم طبعا بيجمع عناصر الحركة والكوميديا والخيال العلمي، وبيحكي قصة ملكة مغسلة أنهكتها مشكلتها الإدارية مع سلطات الضرائب، وانغمست فجأة في مجموعة من عوالم الموازية. And the Oscar goes to Brendan Fraser. The whale. As a child, Brendan Fraser developed an interest in acting after seeing a West End performance of the musical Oliver. So this is what the multiverse looks like. Oh, my goodness. I thank the Academy for this honor and for our studio A24 for making such a bold film. I started in this business 30 years ago, and things, they didn't come easily to me, but there was a facility that I didn't appreciate at the time until it stopped. And I just want to say thank you for this acknowledgement, because it couldn't be done without my cast. It's been like I've been on a diving expedition on the bottom of the ocean, and the air on the line to the surface
is on a launch being watched over by some people in my life, like my sons, Holden and Leland and Griffin. I love you, Griffy. My manager, Joanne Colonna, Jennifer Plant, and my best first mate, Jeannie. Thank you again, each one and all. I'm so grateful to you. Good night. ورجعنا لكم مرة تانية. خلينا بقى نقول لكم أول خبر معانا النهاردة. امبارح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي سلم مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة، وكمان عشان تساعدهم على العودة للعمل والإنتاج مرة تانية، وتمكنهم من إيجاد مصدر رزق يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق أكيد على أسرهم، وده في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع. دكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وجهت باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال طبعا مبادرة بداية جديدة لإقراض المتعافين اللي وصلت فيه إجمالها لما يقرب تقريبا 5,860,000 جنيه لحد الوقت. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من ضيفنا اللي منورنا على الهاتف، أستاذ مدحت وهبة المتحدث باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك يا فندم وعلى كل الساده المشاهدين. صباح الفل على حضرتك. يا ريت في البدايه كده تكلمنا عن الدور المجتمعي للصندوق في مرحله ما بعد التعافي. خلينا اقول لحضرتك، احنا في صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي احنا الخدمات العلاجيه ما بتقتصرش فقط على سحب المخدر من مريض الادمان، ولكن بتمتد الى احنا عندنا تاهيل اجتماعي، تاهيل نفسي، حتى كمان تمكين اقتصادي. ويمكن الحقيقه ان مراكز العزيمه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي يمكن هي المراكز اللي بتتميز على مستوى الشرق الاوسط، ان من ضمن برنامج العلاج في جزء اسمه برنامج العلاج بالعمل، بمعنى ان احنا بندرب المتعافين على حرف بيحتاجها سوق العمل داخل مراكز العزيمه، بجانب ايضا ان احنا اطلقنا مبادره اسمها بدايه جديده بالتعاون مع تقريبا تم تدريب 12,100 متعافي لحد دلوقتي، وده عدد كبير جدا. بالفعل احنا دربنا اكثر من 12,000 متعافي على حرف يحتاجها سوق العمل داخل مراكز العزيمه خلال الفتره السابقه، وهذه الحرف الحقيقه زي اعمال النجاره، زي اعمال الموبيليا، زي صيانه المحمول وصيانه التبريد والتكييف، والحقيقه كلها حرف بيحتاجها سوق العمل، ودي في اطار اعاده دمج المتعافين مره اخرى الى المجتمع، وكمان توفير مصدر رزق ليهم، لان الحقيقه احنا لما بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023 بنشوف ابرز الدوافع والعوامل للتعاطي، زي ما بنلاقي ان عدم وجود فرصه عمل. فعشان كده احنا داخل مراكز العزيمه بنتميز بموضوع التدريبهم على حرف، بجانب زي ما بقول لحضرتك احنا اطلقنا مبادره اسمها بدايه جديده بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، ان احنا بنتيح قروض للمتعافين على انشاء مشروعات صغيره. والحقيقه يمكن على مدار الفتره الماضيه زي ما حضرتك اشرتي احنا مولنا مشروعات بما يقرب من 6 مليون جنيه، وكل الحياه المشروعات دي بيديرها المتعافين بنفسهم، ودي مشروعات خاصه بيهم، وكمان احنا كمان بنخلي المتعافي ان هو بيعمل دراسه جدوى عشان نعرف ايه المشروع اللي هو يقدر يديره ويقدر يعمل فيه بشكل كويس. اللي انا عايز اقوله لحضرتك، احنا بنقدم الخدمات العلاجيه لمرضى الادمان مجانا وسريه تامه. احنا عندنا 28 مركز علاجي في 17 محافظه حتى الان، ويمكن يعني هزفت لحضرتك بشره، احنا خلال العام الجاري مستهدف ان احنا نفتتح 6 مراكز علاجيه جديده لمرضى الادمان. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، ان كل المراكز العلاجيه الجديده اللي هيتم افتتاحها ومقرر افتتاحها هذا العام كلها تم انشائها بسواعد المتعافين، كل الاساس اللي هو هيتعمل في هذه المراكز بسواعد المتعافين، ودي من خلال مبادره احنا اطلقناها اسمها بايدينا، ويمكن نقدر نقول لاول مره في العالم ان المتعافين بنفسهم هم اللي بياسسوا المراكز العلاجيه الجديده. ومن ضمن هذه المراكز في مركز تم الانتهاء منه
وجاري الإعداد لافتتاحه من قبل القيادة السياسية. وهذا المركز هيبقى في إمبابة، وهذا المركز بيتميز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إن هيبقى فيه قسم خاص لعلاج مرضى الإدمان من ذوي الهمم، بجانب إن هيبقى فيه أقسام متخصصة لعلاج المراهقين والشباب والفتيات، بجانب إن هيبقى فيه ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها العمل. كل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيتم إنشائها وفقا للمعايير الدولية، بمعنى إن خدمة الخدمة العلاجية ما بتقتصرش بس على سحب المخدر، ولكن بيبقى عندنا تأهيل اجتماعي، تأهيل نفسي، حتى كمان تمكين. طب احنا حضرتك بتقول إن في مراكز بتبقى بإدارة المتعافين، فاحنا عايزين نراقب بإدارة المتعافين. المراكز إن المتعافين هي اللي ساهمت في تأسيسها، كل أعمال النجارة والموبية المتعافين هم اللي عملوها داخل مراكز العزيمة أثناء طبعا فترة إقامتهم فيها لتلقي الخدمات العلاجية. يعني تم إنشاء هذه المراكز الجديدة الجاري بتاعها بسواعد المتعافين، ودي الحقيقة لأول مرة إن يكون في مراكز علاجية جديدة تم إنشائها بسواعد المتعافين، وده الحقيقة من ضمن البرنامج العلاج بالعمل داخل المراكز العديمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. احنا مش بس كمان بنقدم خدمات علاجية لمرضى الإدمان، ولكن بالتوازي مع هذه الخدمات كمان بنستهدف توعية شبابنا وأطفالنا وطلابنا في المدارس طبعا لحمايتهم من الوقوع في دائرة الإدمان. احنا يمكن عندنا الحقيقة القيادة السياسية اهتمت بهذه القضية على مدار الثمان سنوات الماضية. يعني احنا كنا في 2014 كنا بس عدد مراكز العلاجية 12 مركز علاجي في 7 محافظات، النهاردة وانا بكلم حضرتك يعني في هذه اللحظة عندنا 28 مركز علاجي في 17 محافظة، بجانب ان احنا مستهدفين هذا العام افتتاح 6 مراكز علاجية، منهم مركزين هيبقوا في قرى حياة كريمة، مركز في محافظة دمياط في احدى قرى حياة كريمة المبادرة الرئاسية المهمة، وايضا مركز في محافظة الغربية، بجانب ان هيبقى عندنا مراكز اخرى في محافظات تانية. واحنا الحقيقة يعني بنستهدف كمان على مدار السنتين ان شاء الله القادمين هيبقى عندنا كمان مراكز علاجية في كافة محافظات الجمهورية. الدولة مهتمية بهذه القضية لحماية شبابنا من تعاطي المواد المخدرة، بجانب ان احنا بس مش بس كده كمان احنا الحقيقة يمكن على مدار السنتين والثلاثة اللي فاتوا كمان عندنا حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات ما بين سائقي الحفلات المدرسية اللي حققت نجاح صحيح. دي كانت من افضل الحملات اللي اتعملت في الفترات الأخيرة صحيح، وانخفضت نسبة التعاطي اللي كانت 12% ما بين سائقي الحفلات المدرسية في عام 2017، النهارده وانا بكلم حضرتك نسبة التعاطي ما بين سائقي الحفلات المدرسية حوالي بتتراوح ما بين 3.4 من 10، اقل من 1%. كذلك احنا كمان بنستهدف الكشف على العاملين في الجهاز الاداري للدوله، ويمكن الحقيقه كان عندنا توجهات من القياده السياسيه ان احنا نكشف على العاملين ومن ضمن حملات الكشف المبكر، ولما نزلنا في 2019 كشفنا على العاملين في الجهاز الاداري للدوله كانت نسبه التعاطي 8%، النهارده وانا بكلم حضرتك بعد استمرار وتكثيف الحملات نسبه التعاطي حوالي 7 من 10%، يعني اقل من 1%. طب استاذ مدحت انا عايزه اروح معاك لنقطه تانية، وهي فكره الخطوه الاولى. في ناس كتيره بتبقى متخوفه من فكره انها تروح تتعالج، فلو حضرتك تطمن لنا الناس كده اكتر. وخليني اقول تاني الخط الساخن بتاعكم 16023 عشان اي حد بيسمعنا ياريت تكلمني عن فكره العلاج واتخاذ هذه الخطوه. بنأكد من خلال برنامج حضرتك الموقر ان اي مريض ادمان بمجرد ما بيتصل بالخط الساخن اللي هو 16023 بنقدم له كافه الخدمات العلاجيه مجانا وفي سريه تامه، وبنأكد في سريه تامه، بمعنى ان بمجرد ما بيتصل المريض على الخط الساخن احنا حتى ما بنطلبش منه بياناته الشخصيه، كل اللي بنطلبه منه ايه الماده المخدره اللي بيتعاطاها، فترة التعاطي، المحافظة المقيم فيها عشان نحوله إلى أقرب مركز علاجي قريب من محل إقامته. فحتى كمان العلاج بيتم في سرية تامة، في سرية تامة. الشيء الثاني إن كل الخدمات العلاجية اللي بنقدمها مجانا ووفقا للمعايير الدولية، بمعنى إن الخدمات العلاجية ما بتقتصرش بس على السحب المخدر، ولكن عندنا تأهيل نفسي، تأهيل اجتماعي، تمكين اقتصادي، بمعنى ان بيبقى فيه خدمات متكاملة لمريض الإدمان. حتى كمان عندنا خدمات فيما بعد العلاج زي ما بنعمل لهم دوري رياضي. بتاخده بايديه يعني لحد ما يوصل لبر الامان. عايزين نعرف كمان ايه اكتر الحاجات اللي بتهتموا بيها عشان ما تحصلوش لا قدر الله انتكاسه او عوده للادمان. عندنا حضرتك زي ما بقول لحضرتك تاهيل اجتماعي، تاهيل نفسي، لان احنا كمان الحقيقه لما بنيجي
بنحلل بيانات المتقدمين للخط الساخن بنشوف ابرز الدوافع للتعاطي. يعني بنلاقي كمان من ضمن الدوافع للتعاطي بيبقى عنده الحقيقه حب الاستطلاع والتجربه اللي مرتبطه كمان ببعض المفاهيم المغلوطه عند البعض لتعاطي المخدرات. بنلاقي ان البعض بيتعاطى المخدرات ان عنده مفاهيم مغلوطه زي المخدرات دي بتساعده على تنشيط الذاكره، على نسيان الهموم، على العمل لفتره اطول. كلها الحقيقه مفاهيم مغلوطه فبنصححها اثناء البرنامج العلاجي. ويمكن المفاهيم المغلوطه دي كمان من خلالها بنحط خلينا نقول بتساعده على انهاء حياته وانهاء حياه من حوله. بنشكرك شكرا جزيلا استاذ مدحت وهبه المتحدث باسم صندوق مكافحه وعلاج الادمان، شكرا جزيلا. طيب خلينا نروح للفقره اللي بنترقبها كلنا اليومين دول، عايزين نعرف الجو اخباره ايه. تعالوا نروح نشوف الجو اخباره ايه ونرجع لكم مره ثانيه. طيب بما اننا شفنا درجات الحراره خلينا نطمن على حاله الجو الايام دي والايام الجايه كمان من دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح الورد على حضرتك استاذه سلمى وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. صباح الفل عليك يا دكتور. خليني بقى اقول لحضرتك ان احنا بقالنا يومين اهو في تراب وفي شويه زعابيب كده، فياريت تطمنينا احنا مستمرين في التراب ده ولا الجو ده لحد امتى؟ هو بالفعل احنا بنشهد تقلبات جويه، يمكن من اهم علامات الفتره دي التقلبات الجويه بين ارتفاع وانخفاض الحراره والارشبه ورمال المصاره. بالفعل اليوم متوقع استمرار ارتفاع درجات الحراره خلال فتره النهار، والعظمى على القاهره الكبرى 28 درجه مئويه اعلى من المعدلات بحوالي 6 الى 7 درجات، بالاضافه كمان في نشاط للرياح لان مصادر الكتل الهوائيه قادمه من مناطق صحراويه من المناطق الغربيه، فبالتالي مع نشاط الرياح هيكون في اتربه ورمال مصاره حاسين دلوقتي في الجو هيستمر معانا على مدار اليوم. متوقع عنا كمان استمرار نشاط الرياح اللي ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه، لكن غدا هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره. احنا بنقول اليوم 28 درجه مئويه، غدا متوقع تكون 20 درجه مئويه، يعني بكره برد. مش برد قوي بس برد. برد واجواء شتويه واجواء ممطره كمان، لان احنا من اليوم خلال فتره المساء هنبدا نتاثر بحاله من التقلبات وحاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. هتبدا في غرب البلاد في مطروح والسواحل الشماليه الغربيه، وهتبدا كمان على شمال الوجه البحري مع حركه المنخفض الجوي. هتبدا الامطار تشمل بعض المناطق كمان من شمال البلاد حتى شمال الصعيد غدا الثلاثاء ان شاء الله. المنخفض الجوي ده مع كتل هوائيه شماليه فيحصل تغير في مصادر الكتل الهوائيه من الجنوبيه للشماليه، فهيكون في انخفاض خلال فتره الليل في درجات الحراره. فرص امطار خلال فتره السايكل الطبيعي تراب تاني يوم مطر على طول. هو ان شاء الله تاني يوم ممكن كمان فترات الليل متوقع ان يكون في فرص ضعيفه لامطار خفيفه على مناطق من القاهره الكبرى. امطار ما بين الخفيف والمتوسط والرعد على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري. ممكن تحظر على السلوم ومطروح مع حركه المنخفض الجوي من الغرب للشرق. غدا ان شاء الله متوقع تكون ذروه التقلبات الجويه، انخفاض في درجات الحراره ملحوظ على اغلب المناطق الشماليه، نشاط للرياح هيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره، بالاضافه كمان ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه. كميات الامطار هتزيد في المناطق الشرقيه وتكون امطار ما بين
المتوسط والغزير والرعد. طب يا دكتور في كميه امطار واتربه وحاجات كده، فقولي لي، وتقلبات اتقالت في المكالمه، فقولي لي كده امتى هيبقى الوضع ستيبل او ثابت زي ما بيقولوا، امتى هنخلص من القصه دي خالص وهيبقى الجو خلاص، يا اما بتهيألي صيف بقى خلاص، الشتاء خلاص، فقولي لنا امتى هيبقى الجو خلاص صيف باذن الله. هو لسه متوقع ان فصل الشتاء ينتهي 20 مارس، فتقريبا حوالي 8 ايام على انتهاء فصل الشتاء. أوكي. لانتهاء فصل الشتاء يمكن شهر 3 كله بتفضل فيه التقلبات الجويه، موجات ارتفاع وانخفاض في الحراره، حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، ويمكن كمان مع شهر 4 دايما النص الاول من فصل الربيع بيحصل فيه تقلبات جويه يعني حاده وسريعه وتغير كبير في خرائط الطقس. لكن ان شاء الله احنا بنقول ذروه التقلبات الجويه اللي احنا بنشهدها الاسبوع اللي جاي اللي هو 8 ايام بالكثير. لا هو ذروه التقلبات غدا الثلاثاء مع يوم الاربعاء هيكون الجو مستقر تماما ان شاء الله، مع استمرار انخفاض درجات الحراره. هيكون فرص الامطار محصوره في المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، شمال الوجه البحري، ونكمل لنهايه الاسبوع ان شاء الله تحسن واستقرار في الاحوال الجويه. طب يا دكتور معلش انا بسال حضرتك كاي مواطن بيتفرج علينا دلوقتي، رمضان الجو فيها هيبقى عامل ايه؟ هو طبعا رمضان السنه دي وكل سنه وحضراتكم بخير هيكون جاي مع بدايه فصل الربيع. دايما بدايه فصل الربيع بيكون فيها اعتدال في درجات الحراره، لان النص الاول من فصل الربيع دايما بياخد بعض سمات فصل الشتاء اللي بتكون لسه درجات الحراره ما ارتفعتش بالشكل الكبير، وده في صالحنا. اوكي. طبعا طبعا، بس وارد يتخلله طبعا موجات ارتفاع في درجات الحراره، وان شاء الله لما نقرب من رمضان نبدا نعلم درجات الحراره باذن الله. إن شاء الله. بنشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. إن شاء الله ربنا يبلغنا رمضان في جو جميل وهادي بإذن الله. طيب خلينا نروح لخبر تاني. النهاردة بتمر السنة الأولى على وفاة الدكتور أنيسة حسونة، نائبة بمجلس النواب والرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، واللي واجهت مرض السرطان قبل وفاتها بكل شجاعة وقوة، وكانت مثال في الصبر والتضحية والعطاء. خلينا نروح نشوف التقرير ده ونرجع لكم مرة تانية. رحمة الله على الدكتورة أنيسة حسونة. طيب خلينا نروح معاكم كمان دلوقتي لخبر تاني عن استعدادات القصر الملكي في بريطانيا لحفل تنصيب الملك تشارلز، وده طبعا وريثا للحكم بعد وفاة الملكة إليزابيث مؤخرا. تقارير الصحفية كشفت أن في استعدادات وتدريبات مكثفة بيحصل عليها الملك تشارلز وزوجته استعدادا لحفل التنصيب المقرر خلال الأسابيع المقبلة. وقالت التقارير الصحفية أن الاستعدادات دي طبعا بسبب الخوف من الوقوع في أخطاء محرجة خلال حفل التنصيب المرتقب، ومن المقرر انطلاق التدريبات دي خلال الأسبوع الجاري للملك والملكة عشان يتعرفوا كويس على المراسم اللي هيقوموا بيها خلال الحفل المرتقب. مصادر مطلعة من القصر الملكي قالت إنها مهمة كبيرة بيقوم بيها العمال في الوقت الحالي، وإن الاستعدادات هتتضمن بروفة طبق الأصل من المسرح المرتفع أو المسرح اللي هيتم إنشاؤه في كنيسة ويستمنستر أبي يوم حفل تدويج الملك والملكة في 6 مايو المقبل. طبعا هيتم تصميم منصة مشابهة للي استخدمتها الملكة الراحلة إليزابيث في حفل تنصيبها في 1953، بحيث إن كل المتواجدين داخل الدير يقدروا يشوفوا الاحتفال بوضوح. وقالت المصادر إن الملكة اختارت أحفادها عشان يكونوا مساعدين ليها، وكمان الملك هيختار 4 شباب عشان يكونوا مساعدين ليه في حفل التنصيب.
طيب خلونا دلوقتي بقى نروح نشوف خدمات صباح الورد اللي بنقدم لكم فيها أسعار السلع الرئيسية والذهب والعملات، ونرجع لكم مرة تانية. امبارح شفنا نادي الزمالك اتغلب بهدفين نظيفين من نادي انبي في الدوري الممتاز، وده بعد مباراة متميزة كان لعب فيها بشكل جيد وكسب الترجي التونسي بثلاث اهداف، لكن الزمالك رجع تاني تعثر وابتعد عن المنافسة عن الدوري واستمر في المركز الخامس، واصبح طبعا علامات استفهام كتيرة على مصيره في البطولة الافريقية. خلونا ناخد اتصال من الناقد الرياضي محمد جمال. صباح الورد عليك يا محمد. صباح الورد عليك. صباح الفل عليك. خليني اقول لك ان السوشيال ميديا مقلوبه بقالها كام يوم على الماتشات اللي كانت في اليومين الاخرانيين دول. امبارح طبعا الزمالك خسر 2-0 من انبي، فخلينا نحلل الماتش ده الاول، بعدين هنروح طبعا للاهلي وسان داونز. طبعا هي ايام سيئه على الاهلي والزمالك، ايام مش افضل للاهلي والزمالك ولا جماهير الاهلي والزمالك. طبعا امبارح الزمالك خسر من انبي 2-0 في بطوله الدوري. يمكن انبي الموسم ده مش الموسم الافضل لنادي انبي عكس السنوات اللي فاتت، وهو نادي من الانديه القليله جدا في مصر اللي واخد بطولات، ولكن الموسم الحالي مش من الموسم الافضل لانبي. ولكن فوز طبعا بالامس كان مهم جدا حسب الزمالك، فوز بنقاط كتير جدا ومكاتب كتير جدا، يعني وديته المركز ال 13 و20 نقطه فرق بشكل كبير بعد ما كان في الهبوط. لكن بالنسبه لنادي الزمالك، طبعا نادي الزمالك بيمشي على سطر ويسيب سطر واكثر من سطر كمان. نادي الزمالك بعد فوزه على نادي الترجي في ستاد برج العرب الكل قال خلاص الزمالك رجع تاني، الزمالك رجع لسكة الانتصارات، الزمالك رجع للمستوى الجيد والاداء المميز مع ديزولت وبريرا. ولكن امبارح في مباراه انبي الزمالك ظهر بشكل سيء جدا. طب تفتكر ايه فكره الصعود والهبوط ده في النادي؟ اوقات يبقى اللعب جيد جدا والناس تتفائل وتقول خلاص الزمالك رجع بقوه، واوقات ثانيه نلاقي الدنيا زي ما احنا شايفين كده. فمن وجهه نظرك كناقد رياضي المشكله فين؟ انا بشوف الموضوع في عدم استقرار فني طبعا، يعني سواء من اللاعبين او الجهاز الفني والاداره. الموضوع مختلف تماما، في عدم استقرار كبير جدا وخاصه فنيا في نادي الزمالك. اعتقد ان موريرا مش مركز التركيز الكامل على نادي الزمالك، بجانب ان اللاعبين برضه اعتقد محتاجين احمال معينه، وحاسس كده ان الزمالك اللعيبه مش مركزه خالص في اي حاجه، اللعيبه مش مركزه خالص في المباريات، اللعيبه مش محضره خالص،
مش مهيئه نفسها انها تنزل تلعب مباراه مهمه لنادي الزمالك. اظن ان على لعيبه نادي الزمالك التركيز من جديد وتاخد كده وقت كده وتفكير في الموسم اللي بيلعبوه في الدوري المصري وسواء دوري ابطال افريقيا. نادي الزمالك عنده مباراه مهمه جدا جدا قدام شباب بروستات في دوري ابطال افريقيا، مباراه الحسم في مساله التعادل من دور المجموعات. لو شفنا لعيبه نادي الزمالك في مرحله يعني اللعيبه كده في الملعب بتبص لها تحس ان الزمالك صعب انه يجيب جول، تحس ان الزمالك صعب انه يسجل، صعب انه يوصل لمرمى الفريق الثاني، عكس نادي الاهلي امبارح بصراحه اللي ظهر متماسك بشكل كبير جدا مع تامر مصطفى المدير الفني، ظهر فيه اكثر من جمله بيلعبها سواء عن طريق علي فوزي او حتى رفيق كابو المهاجم التونسي. اعتقد ان نادي الاهلي امبارح استحق الفوز بكل جداره. طب لو احنا هنتكلم عن صفقات الزمالك لحد النهارده الصفقات مش باينه بشكل واضح وما ظهرتش اصلا، فهل ده بيبين ان في مشكله ما؟ قولا واحدا، سواء صفقات الزمالك اللي في الشتاء او صفقات الزمالك اللي في الصيف اللي فات لم تفيد الفريق تماما، بل بالعكس يمكن ضرت الفريق فنيا. نادي الزمالك كان الموسم اللي فات لما كان موقوف من القيد وظهر بعض اللاعبين الشباب الصغيرين ظهروا بشكل كويس وبشكل مميز، وكنت اتمنى انها تستمر التجربه بشكل كويس وان تستمر التجربه في حته انك تطلعي شباب صغيرين اكتر واكتر وعندهم الدوافع جاهزه اصلا اوريدي ان هم يلعبوا في نادي الزمالك ويظهروا بشكل كويس جدا في النادي اللي هم طول عمره في قطاع الناشئين بتاعهم. عكس طبعا بقى الصفقات اللي جت في الصيف او في الشتاء، اعتقد ولا لعيب من الصفقات اللي جت ظهر بشكل كويس ولا لعيب من اللعيبه اللي جت تقدر تقول ان هو لابد انه يتواجد في التشكيل الاساسي للنادي الزمالك، والزمالك اصبح الان محتاج طبعا 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 تدعيم بشكل كبير جدا في شهر 6 اللي جاي. طيب استعداد الفرق دلوقتي او فرقه الزمالك بالتحديد للماتشات اللي جايه عشان تعوض خسارتها طبعا في افريقيا، تفتكر الخساره دي ممكن تعوض ولا هنستمر في الخساره؟ هو طبعا الخساره دي بالنسبه لبطوله الدوري اثرت بشكل كبير جدا على قصه المنافسه. اعتقد ان نادي الزمالك صعب جدا انه ينافس في بطوله الدوري الموسم ده، اعتقد الزمالك ده تفكيره كله هيكون على المركز الثاني للوصول لدوري ابطال افريقيا الموسم الجديد. اعتقد كمان ان فيريرا امبارح يعني معلومتي كده ان هو حاول يهدي الدنيا مع اللاعبين بعد المباراه ما انفعلش، على عكس ما هو المفترض انه كان يحصل بحيث ان هو يستعد بشكل كويس لمباراه شباب بلوزداد والفريق ما يفكش منه قبل مباراه مهمه جدا في الجزائر، مباراه لو نادي الزمالك فاز بيها اعتقد هيكون خلاص يعني بنسبه 99% حط قدم ونص في مساله التعادل من دور المجموعات، ولكن لو نادي الزمالك اي نتيجه غير الفوز اعتقد ان الزمالك هيكون خارج دور المجموعات ودوري ابطال افريقيا. فعشان كده فيريرا عارف ان المباراه الجايه مباراه الحسم في مستقبل طبعا مستقبله في الفريق ومستقبل عدد كبير جدا من اللاعبين. احنا بنتكلم طبعا ان الماتش الجاي مع الجزائر لا بديل للفوز، الفريق الجزائري فلا بديل للفوز، فانت شايف الماتش الجاي هيكون عامل ازاي؟ الماتش صعب جدا، ماتش خارج ارضك في الجزائر والجمهور شباب بلوزداد، شباب بلوزداد عنده نفس الفرص بتاعتك من اجل التاهل. مباراه الجوله الاولى شباب بلوزداد قدر يكسب نادي الزمالك 1-0 في استاد القاهره، فريق مميز، فريق عنده سرعات، فريق بيقدر يسدد من كل مكان من الملعب، فريق عنده يعني شراسه هجوميه بشكل كبير جدا وعلى ملعبه اعتقد يعني عنده شراسه هجوميه. لازم نادي الزمالك على الاقل يحافظ على حته التعادل اطول فتره ممكنه لحد بقى ما نادي الزمالك يقدر يسجل هدف او حاجه، ولكن نادي الزمالك اعتقد لابد ان هو ما يغلطش غلطه النادي الاهلي ويدخل فيه هدف في اول 15 دقيقه عشان وقتها تكون الموضوع متصعب بشكل كبير جدا على نادي الزمالك. طيب خلينا بقى نروح من الزمالك للاهلي والمباراه طبعا اللي كانت الاقصى، يعني كانت الموضوع قاسي قوي زي ما بيقولوا وخسرته من سان داونز 5-2. كلمنا عن الماتش ده الاول بعدين هنتكلم عن ماتشاته اللي جايه. الماتش ده شفته ازاي؟ خساره كارثيه، خساره كارثيه، خساره يمكن اكثر المتفائلين لفريق سان داونز ما كانش يتفائل ان هو يفوز 5-2 على النادي الاهلي. اعتقد المساله كانت نفسيه بحته من قبل المباراه من جانب فريق سان داونز للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما حضرش للمباراه بشكل جيد، اللاعبين كلهم اوت اوف ذا فورم طبعا في المباراه، بره المباراه خالص خالص خالص، مفيش فورمه الماتشات تماما تماما، مفيش تركيز تماما للمباراه سان داونز، مفيش تحضير من جانب الجهاز الفني بدليل ان يدخل فيك هدف في الدقيقه 7 من طبعا فريق سان داونز. اعتقد كمان مستوى محمد الشناوي متراجع بشكل يعني مش ملحوظ، متراجع بشكل الناس كلها شايفاه. محتاج ان هو يعيد حساباته. تفتكر الخسارة دي هتأثر على وجود بعض اللاعبين في الفريق؟ بسامة الخسارة؟ الخسارة هتأثر على وجود بعض اللاعبين في الفريق، فريق الأهلي طبعا؟ اعتقد طبعا، بس هو القصه كلها ان كولر مجبر في بعض الشيء لانه عنده اصابات كتير جدا في الفريق خاصه في الجانب الهجومي، بجانب كمان ان كولر كان طالب صفقات طبعا كلنا عارفين في الانتقالات اللي فاتت للاسف النادي ما قدرش انه يجيبها فهيحاول يجيبها في الصيف اللي جاي. طب لو هنتكلم قصه صفقات كتير جدا ولاعبين اعتقد اقترحها على النادي الاهلي بشكل كبير في الصيف.
طب لو هنتكلم عن الشناوي بقى بالأخص، هل احنا شايفين ان مستواه متذبذب الفترة دي؟ برضو عندك تعليق ليه؟ الشناوي متراجع بشكل كبير جدا طبعا فنيا، مش ده مستوى محمد الشناوي حارس مرمى نادي الاهلي ومنتخب مصر. الشناوي محتاج اعادة تركيز بشكل كبير جدا في المباريات. الشناوي بحس ان هو داخل المباراة يعني بلغة الكورة كده ما بيترميش على الكورة، دي واحده غلطه بشكل كبير جدا. يعني سمعت فنيين طبعا في تدريب حراسه المرمى وفنيين كحراس مرمى كبار قبل كده في الكره المسرحيه، كلهم اتكلموا على ان هو جزء سرعه رد الفعل عند محمد الشناوي متراجع بشكل كبير جدا. سرعه كمان الحركه داخل المرمى كده وانه يقف صح عشان يعني يعمل كده المحاوله على انه يشيل الكوره برضه ناقصه بشكل كبير جدا، وده يقول لك قد ايه اللي في نقص تدريبي لمحمد الشناوي. محمد الشناوي محتاج برضه يرجع الدوافع. كمان في قصه ثانيه واعتقد دي اقرب برضه للواقع، وهو قصه ضمانه المركز. الشناوي ضامن مكانه بشكل اساسي في النادي الاهلي، مفيش منافس ليه بالنسبه له. يعني علي لطفي ومصطفى شوبير حراس مميزين جدا، ولو خدوا على فكره ماتشات هيلعبوا ماتشات كويسه جدا، ولكن الشناوي يشعر تماما جوه النادي الاهلي ان هو الحارس الاول والاول ومنتخب مصر، انه مش هيقدر يقعد على دكه البدلاء. فده يقول لك قد ايه لازم مستوى يتاثر بيك، ما تحسيش بالمنافسه. لو انت ما حسيتيش ان في زميل ليكي او زميله ليكي ممكن انها تاخد مكانك او انها تتواجد مكانك، انت مش هتشتغلي بالشكل اللي هو المطلوب بالنسبه لك 100%. طب انا شايفه من كلامك طبعا ان في تراجع زي ما انت بتقول في المستوى بشكل عام للعيبه كلهم، فهل في امل في عبور دوري المجموعات ولا ده خلاص شبه مستحيل؟ لا اعتقد الاهلي لسه عنده امل، الاهلي لسه عنده امل، الاهلي عنده مباراه القطن يوم الجمعه ان شاء الله، ان شاء الله الاهلي يقدر يفوز فيها. طب بعد اللي شفناه في الماتش ده، ايه التشكيل الابرز اللي هيكون في موجود في مباراه يوم الجمعه ان شاء الله؟ اقول لك هو اكيد طبعا الاهلي هينتظر بقى دلوقتي هدايه سان داونز يوم السبت الجاي ان شاء الله. ان لو سان داونز قدر ان هو يفوز على الهلال او يتعادل مع الهلال، بيدي الفرصه للنادي الاهلي ان شاء الله انه يفوز على الهلال في المباراه الاخيره 31 مارس، ويتاهل من دور المجموعات بشكل كويس جدا على حساب نادي الهلال. يمكن التشكيل خلاص هيكون برضه الشناوي اكيد في حراسه المرمى، هاني ومعلول باكين يمين وشمال، هتبص هتلاقي ياسر ابراهيم واعتقد رامي ربيعه لان محمد عبد المنعم تم اصابته بالامس، فهتبص على وسط الملعب هتلاقي برضه يعني كوندوسي وهتلاقي حمدي فتحي وهتلاقي ديانج، هتلاقي قدام ممكن بشكل كبير جدا يشارك حسين الشحات مكان طاهر محمد طاهر، بيرسي تاور حافظ على مكانه، وهتلاقي في مركز راس الحربه محمد شريف. بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد جمال، ونتمنى الفوز لكل الفرق ان شاء الله. طيب خلونا بقى نروح لخبر تاني او مبادره تانيه، وهي مبادره كتف في كتف، ودي من اكبر المبادرات اللي موجوده لحمايه او للحمايه الاجتماعيه في مصر. طيب خلينا بقى نقول ونعرف عنها تفاصيل اكتر، وخلينا ناخد اتصال تليفوني من الاستاذ جميل عفيفي. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على الساده المشاهدين. خلينا الاول الناس محتاجه تطمن على مبادره كتف في كتف، وتعرف ايه هي مبادره كتف في كتف. هي مبادره طبعا مهمه جدا من ضمن المبادرات اللي بتهتم بالتكافل الاجتماعي بين الشعب المصري، واحنا شفنا خلال الفتره الاخيره او السنوات الاخيره في العديد من المبادرات صحيح اللي تمت، وكلها تهدف الى الحمايه الاجتماعيه للاكثر احتياجا والاكثر فقرا في الدوله المصريه. وشفنا التحالف الوطني قد ايه قدر ان هو ينزل للقرى وينزل للريف المصري ويقدم خدماته. طبعا مبادره كتف بكتف ان شاء الله دي هتبقى من اكبر المبادرات اللي هي هتبقى متواجدة، وكل الجمعيات الأهلية وكل المؤسسات هتقدر إن هي تقف بجانب المحتاجين داخل الدولة المصرية. يا ريت توضح لنا كده المناطق اللي بتستهدفها المبادرة وهتكون موجودة فين؟ هي المبادرة اللي هتبقى موجودة في كل المحافظات الجمهورية، هي الأول هتبقى في يوم الجمعة في استاد القاهرة طبعا، على أساس يبقى كل الجهات متواجده في استاد القاهره، وبعد كده هيتم التوزيع طبعا في الاماكن الاكثر احتياجا والاكثر فقرا في الريف المصري، في المحافظات المصريه المحتاجه، في القرى الصعيد طبعا ده قبل رمضان، ومن اجل طبعا المساهمه المجتمعيه لرفع المعاناه عن المواطنين في ظل طبعا الازمه الاقتصاديه العالميه اللي احنا بنشوفها
فاعتقد ان دي من اهم المبادرات. المبادرات دي خلي بال حضرتك بتظهر معدن الشعب المصري، بتظهر معدن الشعب المصري في انه يتبرع، ومش كده وبس، ان عدد كبير جدا من المتطوعين، الاف المتطوعين اللي بينزلوا بنفسهم الى هذه الاماكن وهذه الريف المصري وتوزيع كل الاحتياجات على المواطنين. فأعتقد أن دي حاجة مهمة جدا وحاجة بتزيد من الترابط المجتمعي. طبعا ده بيوضح قد إيه مفهوم التكافل الاجتماعي وجبر الخواطر. طب إحنا بنتكلم كمان في 4 مليون كرتونة في استاد القاهرة، فقولي إزاي هتنظموا حاجة بالعدد الكبير ده؟ 4 مليون ده رقم مش قليل أبدا. لا هو بالفعل رقم مش قليل، و لكن في طبعا بالطبع في قاعده بيانات واضحه جدا بيتم العمل عليها، وبيتم التنسيق وبين المؤسسات بعضها لبعض، ومن اجل طبعا توزيعها على الريف المصري. طبعا احنا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني مفيش دوله في العالم هتجد فيها هذا التكافل الاجتماعي بين الشعب بينه وبين بعضه، يعني في 4 مليون كرتونه بيتم توزيعهم على المواطنين، يعني ده حجم 3-4 دول مثلا. طبعا طب انتوا طبعا بتلجأوا لمتطوعين لهذا الامر، فحضرتك قول لي الموضوع ده بيتم ازاي، ولو حد بيسمعنا حتى وحابب ان هو يكون من المتطوعين يعمل ايه؟ هو بالطبع هو كل اللي بيعمل، فانا زي ما بقول لحضرتك الاف من المتطوعين بيعملوا في مبادره كتف في كتف، ومش في المبادره دي بس، لا في كل المبادرات اللي موجوده. لكن طبعا المتطوعين دول موجودين في المحافظات، موجودين في كل مكان، موجودين في، هيبقوا متواجدين طبعا في استاد القاهره من اجل تنفيذ هذه المبادره، ومن اجل الوصول الى المواطنين طبقا لقاعده البيانات اللي بيتم التعامل عليها مع المواطنين محتاجين بالفعل في هذه الاماكن. صحيح، بنشكرك شكرا جزيلا للأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. طيب السادة مشاهدين، خلونا نخرج لفاصل ونرجع لكم مرة تانية مع أول فقراتنا، ما تروحوش في حتة. صباح الورد عليكم مرة تانية، كل سنة وانتم طيبين، أيام قليلة إن شاء الله بتفصلنا عن بداية شهر رمضان الكريم، وزي ما كلنا متعودين إن جزء أساسي من رمضان زي طبعا العزومات واليميش والفوانيس هي المسلسلات، والسنة دي في عدد كبير من المسلسلات اللي هتتعرض في رمضان سواء كوميدية أو درامية أو دينية أو تاريخية. مين هم أشهر النجوم المشاركين في موسم رمضان 2023، وإيه أهم المسلسلات اللي هيتم عرضها؟ كل ده وأكتر هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا النهاردة الناقد الفني دكتور رحاب الدين الهواري. صباح الورد عليك. صباح النور يا فندم. احنا طبعا خلاص شايفين بقى البيل بوردز في الشارع، وشايفين عدد السنه دي كبير ومهول من المسلسلات. يمكن احنا كنا اتاخرنا شويه الفترات اللي فاتت بسبب الكورونا، كان الانتاج اضعف من كده بكتير، كان العدد اقل، فالمنافسه السنه دي شرسه جدا. فخلينا كده نقول في البدايه نتكلم عن من وجهه نظرك ايه اهم المسلسلات اللي هتكون موجوده السنه دي، يعني خلينا نقول مسلسل مسلسل كده. طيب ناخد على الجانب الكوميدي، بيتصدر المجموعه كلها الكبير قوي او احمد مكي. الرهان على احمد مكي هو رهان مضمون، مش على المسلسل، على احمد مكي شخصيا. طبعا يعني الرهان على احمد مكي هو رهان مضمون بكل الطرق. هي فكره الاستمراريه دي اصلا في حد ذاتها نجاح مبهر، ان انت تعمل جزء وتاني وتالت، ده نجاح مبهر. الاغنيه نزلت على السوشيال ميديا كسرت طبعًا الدنيا، يعني طبعًا الناس ما ملتش وما زهقتش. ايه بقى الخلطه السحريه هنا؟ هقول لحضرتك، يعني في تاريخ الدراما المصريه اسامه انور عكاشه وليالي الحلميه هو المسلسل الاكثر وجودا في ذاكره المتلقي العربي مش المصري تحديدا، ومع ذلك من اول الجزء الرابع المتلقي بدا يمل، يعني مع الحاجات اللي هي بتكون سلسله او اجزاء طبعا المتلقي هي دي مشكله متعارف عليها، ما ظهرتش معانا في الكبير قوي، ما ظهرت ليه في الجزء الرابع على فكره والخامس على استحياء والله يعني. ما ظهر لا هقول بص حبي للراجل والله ما ظهر. الكتابه في الجزء الرابع والخامس ما كانتش على مستوى مثلا السادس والسابع أو على وجود. انا عايزه ادي البنت الصراحه حقها، رحمه عايزه اديها طبعا رحمه، تفتكر وجود مربوحه
عمل حاجه في المسلسل، عمل اولا عمل جدا جدا، زائد ان كمان في ذكاء احمد مكي. لو تفتكر السين او المشهد بتاع مربوحه يوم جوازها من الكبير قوي، خلى الناس كلها اللي ما شافتش الكبير قوي تخش تتفرج على الكبير ده قوي. المشهد ده تحديدا بيكسر قاعده الدراما، يعني صحيح. معروف جدا ان انا في الوان لوكيشن ما ينفعش اعمل 13 دقيقه، ما اتحركناش من المكان صحيح. لمده 13 دقيقه فبكل المعايير الدراما الناس ترفضه، او اي حد في صناعه الدراما يرفض هذا. 13 دقيقه من الضحك المستمر، من الضحك المستمر. انت مش عايزه يعني لو المسلسل، لو الحلقه كلها استمرت في هذا اللوكيشن احنا مستمتعين. اداء واحمد مكي بيفرش ليها، ما عندوش اي غيره من اي حد، والبنت بيكبر يعني جدا اللي معاه، البنت بيساعدهم خطيرة. وهي ما شاء الله يعني كانت فظيعه بجد حقيقي. يعني انت من وجهه نظرك الكبير قوي كبير قوي طبعا. طيب. رهان الحصان الكسبان اللي بعد منه مباشره من وجهه نظري احمد امين. احمد امين في الصفاره، وربما في قبل كده كمقدم برامج، هو مفكر، مقدم برامج ناجح، هو صحفي ناجح جدا. هو حتى لما عمل فانتازيا مع احمد خالد توفيق برضه كان ناجح. لما عمل الشيخ عرفات مش كان ناجح، ده خد جائزه الدراما. ما وراء الطبيعه. فما وراء الطبيعه بعدنا بقى يعني تماما عن الكوميديا، ومسكنا لون مش بتاعنا ونجحنا وكسرنا الدنيا. هو دارس كويس قوي، مذاكر كويس جدا جدا، ليه كاريزما دي بتاعت ربنا استخدمها كويس. هو استطاع ان يطوع هذه الكاريزما والمواهب المتعدده اللي عند احمد امين، من الكتابه الى الاخراج الى الصحافه الى الاداء الى التقمص الى الشخصيه العظيمه جدا اللي ختم بيها الموسم اللي فات مع عبد الرحيم كمال، اللي هي الشيخ عرفات اللي خد بيها الجائزه زي ما قلت. صحيح. واضح كده ان حضرتك يا استاذ رحيم بتميل للكوميدي وشخص مش حزين، يعني ابتديت باحمد مكي بعدين احمد امين، فاحنا بعاد تمام البعد عن الدراما. اللي بعده من وجهه نظرك هيكون ايه؟ اقوى طيب مسلسل بعيدا عن الكوميديا. هو في الكوميديا لا براحتك طيب يعني في الكوميديا كمان، في انا شايف قوي يعني ان رمضان كريم الجزء الثاني هيبقى عظيم جدا. يعني توليفه لذيذه قوي قوي، سيد رجب وسلوى عثمان وصبري فواز ومجموعه من وبيومي فؤاد، مجموعه من النجوم. في الجزء الاول كان توطئه لحاجه احنا هنستمتع بيها، يعني ده ممكن يكون سلسله اجزاء تفكرنا بمسلسل كان بيتعرض في الراديو من حوالي 50 60 سنه، اسماعيليه مرزوق. اذا استمر هذا المسلسل رمضان كريم مرتبط برمضان، اعتقد انه هيبقى ناجح جدا. اذا صناع هذا المسلسل حطوا في دماغهم او حطوا على عاتقهم انه يستمر، هيستمر وبنجاح شديد جدا. يعني فكره التسلسل ده والاجزاء طالما في حاجه جديده، ما هو رمضان بيحمل جديد دايما، وهذه الاسره المصريه اللي هي او الحاره المصريه اللي بتدور فيها الاحداث هي اسره مصريه بتتغير فيها الاحداث وبتتغير فيها الاشخاص. طب احنا من المسلسلات اللي كنا نتمنى السنه دي نشوف لها جزء ثالث هي الاختيار، بس الحقيقه في الكتيبه دلوقتي. ما هو الكتيبه 101، انا شايف ان الكتيبه 101 اصلا احنا بنصبر نفسنا يعني ده كلام بنصبر بيه نفسنا، بس المسلسل اتغير والابطال اتغيروا. ما انا هقول لحضرتك، لان احنا في الاختيار ثلاثة وصلنا الى مرحلة وجود السيد الرئيس السيسي، فاحنا تقريبا اخذنا كل المراحل الزمنية اللي ظهرت فيها هذه البطولات العظيمة للقوات المسلحة. لا بس احنا عندنا كمية احداث دسمة ما تخلصش ابدا، يعني احنا لو عايزين نفرش هنفرش. نلعب في الشخصيات يعني لو لعبنا في الشخصيات، في شخصيات عظيمة قدمت أرواحها فداء للوطن، هنلاقي يصلح لأن احنا نعمل العمر كله مسلسل يعني خاص بالقوات المسلحة أو خاص بالبطولات، هيبقى عندنا مسلسل كل سنة. طب خليني أقولك، الكتيبة طبعا النجمين عمرو يوسف وأسر ياسين، الناس كلها بتتساءل هل ده أحداث واقعية؟ الكتيبة 101 أحداث واقعية ولا أحداث واقعية ولا بس لإحدى كتائب الصاعقة في حربها ضد التكفيريين في سيناء، فدي هتكون يعني على نفس نهج الاختيار. بالظبط، عشان كده انت بتقول نعتبره. بقول لك بس هو مش جزء، هو مش جزء هنعتبره بس هو من بطولات القوات المسلحة وتحديدا من بطولات الصاعقة. تتنبأ له بايه بقى؟ تفتكر الناس زهقت ولا ابدا؟ لا يمكن نملها خالص. الغريب في مسلسل الاختيار ده انه بيفكرني مسلسل ام كلثوم لما اتعرض. احنا كنا المتلقي لام كلثوم كان شباب عندهم 15 سنه، في الاختيار كان شباب لسه ما يعرفش يعني ايه جيش، ما يعرفش يعني ايه شخصيات عسكريه، ما يعرفش يعني ايه قوات مسلحه وحربها ضد الارهاب. فانا اعتقد ان الرهان مازال قائم على مسلسل كتيبه 101. طب بما اننا رحنا للاعمال دي، خلينا نتكلم عن الاعمال التاريخيه. احنا عندنا اثنين فنانين عاملين اعمال تاريخيه السنه دي، خالد النبوي وامير كرارة. قول لنا بقى اعمالهم بتتكلم عن ايه واسم كل مسلسل وتوقعاتك ايه؟ انا هقول لحضرتك، انا رهاني الشخصي يعني انا بقول في
في هذه المسلسلات اول مسلسل هتفرج عليه الامام الشافعي. يعني الرهان على خالد النبوي. خالد النبوي وقصه الامام الشافعي تحديدا، وخاصه ان الكاتب او ورشه العمل اللي بيقودها محمد هشام عبيه بتتكلم عن اخر 6 سنين في حياه الامام الشافعي. الامام الشافعي وهو احد ائمه الفقه ويعني من المؤثرين في التاريخ الاسلامي، قصه من 100 سنه من 1000 سنه كيف اثر هذا الامام وتاثر بوجوده في مصر. رهان خالد النبوي اصلا على الدور، وهو ما عملش الادوار دي قبل كده، وان كان بدا مع يوسف شاهين بدور اقرب الى التاريخ صحيح، ولكن هنا لا، الموضوع مختلف تماما. انا هراهن شخصيا على خالد النبوي. هنتقابل تاني بعد هنتقابل تاني، وانا بقول لحضرتك انا براهن رغم ان فيه تحفظات كتير جدا كله منتظر هل سينجح خالد النبوي في تقديم سيره الامام الشافعي وما حولها منه. انا بضم صوتي لصوتك هينجح. في ظاهره تانية اغرب بقى، في ممثلين كتير قوي هم نجوم يعني نجوم بكل ما تحمله الكلمه من معاني، بيختفوا فتره كده ويرجعوا بقوه، ما تبقاش فاهم هو عمل ايه واختفى ليه، زي خالد النبوي. يعني قعدنا فتره مفيش اعمال قوي، ابتدى ينسحب كده بهدوء وبينسحب بادوار تكاد تكون مش ادوار بطوله، ورجع بقوه ومسلسلات ادوار بطوله بقوه. في ايه؟ فقول لي بيختفوا بيعملوا ايه. هقول لحضرتك انا من وجهه نظري في كبسوله، خلي بالك من وجهه نظري هذا الاختفاء ربما يكون اختفاء نضج او اختفاء مشاهده. اختفاء نضج هو بينضج مش اختفاء شحن طاقة تفتكر؟ لا ده هو بيتابع، هو بيتفرج على كل اللي حواليه. ما هو ده شحن الطاقة. نعتبره هو ده نعتبره شحن طاقة. اوكي فانت وهينجح خالد النبوي في شحز هذه الطاقة. في شحن هذه الطاقة. هو شحنها، الشحز تقدمها. طيب يعني انت فعلا بتحس ان في نجوم كتير زي ما انا بقول كده بيختفوا الفترات وانت تقول ايه هو نجمه اتطفى ولا ايه، وبعدين يرجع يقوم مفاجئك. مين من الامثال اللي انا بقول عليها دلوقتي زي خالد النبوي اختفى ورجع تاني فاجئك اكتر من الاول؟ هقول لحضرتك احمد عبد العزيز في فتره ما صحيح، طبعا كانت عودته بشكل حتى ستايل الشكل اختلف. يعني ما كان يقدمه أحمد عبد العزيز وكان هو النجم الأول دراميا في وجود نور الشريف ويحيى الفخراني ويسرى وقائمة كبيرة جدا من النجوم، كان أحمد عبد العزيز موجود وبينافس، ثم اختفى فترة طويلة جدا وعاد بقوة شديدة جدا كمان يعني. فبرضو أحمد من الفئة النسائية نقدر نقول شيرين رضا مثلا. شيرين رضا عاملة زي ورجعت تاني. حقيقي يعني تتوجد مشاهد قليلة تلاقي ليها بصمه، ربما زي ما قالت مربوحه كده كريم نيفيا. طبعا. يعني زي ما الست قالت ما غلطتش، هي بتروح وترجع تظبط الاداء. صحيح صحيح صح جدا. طب البطولات النسائيه بقى، احنا عندنا مسلسلات السنه دي كميه بطولات نسائيه ما شاء الله، انا فيمينست يعني بحب قوي قوي اقول الكلام ده. طيب. عندنا نيللي كريم، عندنا غادة عبد الرازق، عندنا روجينا، عندنا ريهام حجاج، ياسمين عبد العزيز، كميه كبيره من البطولات النسائيه، ومنى زكي طبعا. منى زكي عايزين نتكلم على موضوعها بالاخص، لان انا الصراحه ما لقيتش اي سبب للهجوم على بوستر هو المسلسل هو من قبل ما نشوف المسلسل. ده اللي كنا حضرتك بنتكلم فيه قبل التسجيل، فكره الكومبينات او الحملات اللي هي بتهاجم من غير ما تتفرج لا على المسلسل ولا هو تقريبا تطوع بالهجوم. انا بيصعب عليا الجمهور بقى بينساق ورا الحاجات دي ويفضل يعمل عشان شير جمهور سوشيال للاسف، وهو مش عارف ان الهجوم ده على الممثله مقصود من جهه معينه او من ناس معينه او ايا كان. اكيد مقصود، فهو الناس ما شافتش المسلسل، احنا بنهاجم ايه واحنا لسه شفنا؟ انا شفت كميه تعليقات ومهاجمه لمسلسل منى زكي اللي لسه هيتعرض مبالغ فيها جدا، فاحنا حتى ما عندناش تفاصيل كامله. منى زكي وروعه منى زكي انها ما بتردش اساسا خالص. صحيح. يعني وكأن بتقول والله اتفرجوا وخلوا الحكم بعد المداولة، اتفرجوا عليا ونحكم بعد. تتوقع الحكم بعد المداولة هيكون ايه على تحت الوصاية؟ لا، منى زكي تقدر تقود مسلسل من 10 سنين فاتت. صحيح. يعني من 10 سنين هي قادرة على ان تتحمل بمفردها مسلسل كامل. يعني هي بطلة في حد ذاتها. الهجوم على منى مش على الشخصية. يعني الهجوم اللي حاصل على منى زكي مش على الشخصيه اللي هي هتأديها وطريقه الحجاب ومش طريقه الحجاب. طب ما احنا بنشوف
حجاب ملوش علاقة بالحجاب. صحيح. يعني الحكم أصلا المسبق على منى زكي لسابقة تكرار هذا الحكم في الفيلم الأخير، والهجوم استمر كان على منى زكي برضه. يعني احنا ما شفناش اصلا الشخصيه بتقول ايه، فاحنا بنحكم على ايه؟ بنحكم على بوستر؟ ما انا بقول دخلنا في قصه وقعدنا قعدوا بقى حواجب منى زكي وحجاب منى زكي، وضعوا منى زكي تحت الوصايه. يعني وكانهم استخدموا الفيلم اسم المسلسل ووضعوها هي تحت الوصايه. نفس الهجوم على فكره حصل على روجينا في ستهم. ان يعني كان فيه شبه صراع، هل هيأدي الدور منى زكي ولا روجينا. التركيز على مسلسلات الصعيد وتحديدا شخصيه ستهم دي، الغريب انها مش شخصيه وحيده. ده بعد الرئيس ما الرئيس السيسي اتكلم عن هذه السيده اللي ظلت في زي الرجال لمده 40 سنه، لفت كتاب الدراما الى العنصر النسائي في الصعيد. مدحت العدل كتب، فنصر عبد الرحمن كتب، فالاثنين اتجهوا الى تطبيق ما قاله الرئيس في الخطاب بتاع الحاجة صيصة. فطبعا تحولت الحاجة صيصة الى بطل درامي. القصة حقيقية، فدي حاجة من الحاجات اللي بتشد الناس. كمان تخيل حضرتك انها اربع قصص. هي اربع سيدات، منهم واحدة من الدقهلية، واحدة من بني سويف، اتنين من الصعيد. كل ده هيكون في اطار دور. طب نيلي كريم بقى، اصل احنا قلنا بقى الصعيد والبطولات النسائية، فاحنا عندنا نجمة قوية جدا وهي نيلي كريم. نيلي كريم قوية زي ما حضرتك بتقولي. ان الرهان دلوقتي هل هتقدر تعمل صعيد ولا لا؟ كناقد فني تفتكر ايه؟ هي ده ثالث بطولة مطلقة لنيلي كريم. نيلي كريم الرهان عليها، وخاصة في السايكو دراما، عظيم جدا جدا. هي اكتر وربما من افضل من يقدم الشخصيات السايكو دراما، الشخصيات اللي فيها عقد نفسيه. مش شايف اختيارها للعمل ده بالتحديد، لان احنا الفترات اللي فاتت قعدنا نقول نيلي كريم هايله وعظيمه، بس بتاخد نفس الادوار شويه. هي خرجت اهو يعني من جلدها على الاخر. طب ما هو ده، فانا اتوقع ان ليه افضل احط نفسي في اطار. ليه احمد مكي عمل في الاختيار الجزء الثاني شخصيه هذا الضابط المصري الجاد جدا، اللي لا يمكن تقولي ان هو ده هو الكبير قوي، لانه هو عايز يقول انا عندي ده وعندي ده. فهي من حق نيلي كريم انها تقدم نوع جديد من اللي احنا واخدين عليه. لا انا مختلفه، انا ينفع اقدم حاجه ثانيه. وانت وهتنجح. متوقع لها النجاح؟ هتنجح طبعا. طب اخيرا بقى، أيوة. قول لي مين قول لي ايه اكتر مسلسل انت شايف ان ده هيكسر الدنيا وهمضيك على الكلام ده؟ بالنسبه لي انا زي ما قلت لحضرتك، كناقد فني سر الباتع. سر الباتع قصه يوسف ادريس، عوده لخالد يوسف، مخرج يمتلك ادواته جيدا جدا، معاه مجموعه كبيره من الفنانين التقال قوي اللي على مستوى يوسف ادريس وعلى مستوى خالد يوسف، اسماء مهيبه. طبعا ان شاء الله يعملوا عمل جيد جدا. بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني رحاب الدين الهوالي، نورتنا وصباحك صباح الورد. نخرج لفاصل لحاجه محتاج تمضي على الحاجات اللي احنا قلناها دي، ونرجع للساده المشاهدين مره ثانيه. ورجعنا لكم مرة تانية. فقرتنا دلوقتي هتكون مع ضيفنا اللي بيشرفنا دايما دكتور هاني الناظر. هنتكلم معاه النهاردة عن شهر رمضان وعن دور الصيام. هل ممكن نصاب مثلا بجفاف؟ نعمل ايه عشان نحافظ على اكلنا وجلدنا في نفس الوقت؟ وهنرد على كل اسئلتكم اللي هتبعتوها لنا دلوقتي على الفيسبوك. هتلاقوا صفحة البرنامج مكتوبة صباح الورد بالعربي موجودة على الفيسبوك. اسألوا لنا اي اسئلة ودكتور هاني الناظر هيجاوب عليها دلوقتي حالا على الهواء مباشره. صباح الورد عليك يا دكتور. صباح النور. اهلا. خلينا في الاول كده نقول للناس، هل الصيام عشان ما بنشربش ميه طول اليوم، ما فيش هيدريشن لجلدنا والكلام ده كله، ايه اللي نقدر نعمله وايه اللي ما نقدرش نعمله عشان خاطر جلدنا يكون احسن؟ صوموا وتصحوا. طبعا الصيام صحه، بس الشطاره اعمل ايه؟ اصوم ازاي؟ هو ده المطلوب. يعني احنا برضو لازلنا الجو زي ما حضرتك شايفه كده، ما احناش شتاء وما احناش صيف، بس احنا داخلين على الاسابيع اللي جايه الجو طبعا اثناء رمضان ترتفع حرارته اعلى. صحيح. يبقى رقم واحد لازم اشرب ميه كتير. شرب ميه كتير مهم للجلد وللشعر، البشره بتاعت الوجه طبعا، وكل اعضاء الجسم، الكلى وكل حاجه. فاذا نشرب ميه. الناس هتقولي طب ازاي ما احنا طول اليوم صايمين؟ ما انا عندي من المغرب لغايه الفجر كل ساعه كده كوبايه ميه. غير طبعا المشروبات الاخرى.
بس ما بشربش ميه غازيه. هصوم بس قبل ما اصوم اكون عندي مخزون من الميه كويس قوي واكون رطبت جلدي بشكل مناسب. بالظبط. برضو استخدم مرطبات. يعني ارطب الجلد سواء البشره او الجلد بكريمات اللي هي مرطبه عشان اخلي الجلد باستمرار رطب ما يحصلش فيه جفاف. بلاش المخللات، المخللات على فكره والترش والحاجات الكتير دي بتاثر على البشره جدا. طبعا. وباحد اسباب ظهور التجاعيد المبكره. اخبار السكريات ايه بقى يا دكتور؟ في كميه كنافه هتظهر. والسكريات نفس الكلام. يعني لقوا في دراسات علميه دي حديثه المخللات والسكريات بياثروا جدا، طبعا غير تاثيرهم الضار على جون اجهزه الجلد. طبعا. لما كان مع الجلد لهم تاثير ضار على الجلد. طب استبدلهم بايه؟ المخللات بالسلطه الخضراء. صح. والسلطه الخضراء كلها فيتامينز ومعادن وكل حاجه ودي مهمه لجسمنا. ما احنا عايزين نقول بقى ان الكولكشن بتاع كنافه ومخلل وصيام وكده ده هيودي البشره في حته ثانيه، لازم ناخد بالنا. والبشره وكل اعضاء الجسم. وبيوقع الشعر كمان عشان خاطر. صحيح. فنبعد عن الكلام ده ونستبدله بالسلطه الخضراء. الفاكهه. عندنا فاكهه كتير دلوقتي موجوده. صح. برتقان، يوسفندي، موز، استبدل ال بص عشان ما بقاش يعني انا في قسوه ومبالغه، مش عايز اقول اوعوا تاكلوا كنافه، لا هياكلوا. بس اكل. لا احنا ما بيهمناش اي قصه يعني، احنا هناكل كده كده كنافه عادي. الست قطايفتين حلو ده. أوكي. كويس، خشاف قد كده، انما مش اللي هو سلطانيه الخشاف ده هو يعني. ما يحلاش يا دكتور الا بال. طيب احنا ابتدت الاسئله تنهال علينا فخلينا نجاوب على الناس. امل بتسال دكتور عاوزه حاجه تتقل شعري لانه خف جدا وحواجبي كمان بقى فيها فراغات. طبعا التغذيه الجيده. بروتين كويس مرتين في الاسبوع سمك. ده اللي هي العادات الغذائيه، انما انا محتاج كبسولات الفيتامينات اللي هي المتعدده اللي عارفينها كلنا. اوكي. باخد كبسوله بعد غدا كل يوم. بس قد ايه؟ اربع شهور، لان ساعات اكتب للناس الفيتامينات بعد اسبوع يقول لي لا شعري لسه بيوقع. ده اسبوع. اربع شهور على الاقل عشان احس بالنتيجه. وست شهور كمان. باخد الفيتامينز كبسوله كل يوم مع الاجراءات الغذائيه هيمنع سقوط الشعر ويتقله. طب في ناس تقول لك دايما انا بخاف جدا من الفيتامينات يا دكتور بتاعه الشعر دي لانها ممكن بالذات لو نساء يعني لانها ممكن لا قدر الله تطلع شعر في الجسم مثلا. ده طبعا غير حقيقي انا عارفه بس بحب دي حاجه مشهوره على الفيسبوك جدا. انما انا ما بشوفهاش في العياده ابدا. ما شفتش واحده بتاخد الفيتامين بتاع الشعر وجسمها كله بقى شعر. ده كلام يعني موجود بس على السوشيال ميديا. هو اساسا بياخدوا فيتامين الشعر وبرده شعر الراس ما بيطلعش. عشان نبقى متفقين يعني. لا في الموضوع بعيد قوي. بيتقل طبعا باخد العلاج الصحي. بس بياخد وقت قوي ففكره ان أيوة طبعا هو الشعر حضرتك على فكره بينمو معدل نمو الشعر قد ايه؟ في اليوم 3/10 ملي كل يوم، فهو بينبط يعني. عمري ما هاخد فيتامينات في الشعره من كده تبقى كده في اسبوع ازاي يعني؟ استحاله. اللي كان بيسبده بقى يعني تسميد. والله زراعة. حتى لو استحاله برضه ده من اصعب الحاجات انها تطلع وتنمو تاني بسهوله يعني. فهي بتاخد وقت يعني. صحيح. طيب ياسر امام بيقول السلام عليكم دكتور هاني، امي عندها حكه في فروه الراس من الامام، استخدمت شامبوهات كتير وليسيون وبقى لها تقريبا سنه حضرتك مفيش فايده، امي سنها 80 سنه ارجو الرد. هو طبعا احنا مع كلنا لما بنكبر في السن بيحصل جفاف في البشره. حتى الجسم كله وممكن تلاقي القشر برضه، فده ظاهره شيء طبيعي، بس هتلاقيها طبعا ما بتشربش ميه كتير. فبقول له خلي بالك الوالده لازم تشرب ميه كتير. بعد كده شامبو القشره بنستعمله ازاي؟ مش بغسل بيه شعري. لا انا بغسل بيه شعري واعمل تدليك لفروه الراس بالشامبو. اوكي. وتسيبه على راسها 5 دقائق. لان المشكله الاساسيه في فروه الراس. صحيح. بقى بتشوفه بعد 5 دقائق. لو عملت كده كل يوم مش هيبقى فيه قشر ان شاء الله. صحيح. طيب ام عمر بتقول ربنا يبارك في عمرك يا دكتور وكل عام وانت بخير، ابني 9 سنوات عنده بقع صغيره بيضة في الوجه ورقبه، هما مش كتير بس ملاحظه انها بتزيد، وهل دي اكزيما ولا لا؟ لا، البقع البيضة دي ممكن تبقى يعني اكتر من حاجه. ممكن تبقى فطريات تانية يعني بيضة، ممكن حاجه اللي بتيجي الاولاد دايما اسمها انه خلل بيضة. بتيجي مع تعرض الشمس في الصيف، وطبعا مش عايزين نقول حاجه ثالثه عشان ايه ما تقلقش ان يكون بهاء وكلامين. ده غالبا حاجه اسمها انه خلل بيضه. في مرهم بيتباع في الصيدليات، الماده اللي فعاله اللي فيها اسمها ماده التاكروليماس. ماده التاكروليماس فيها تروح الصيدليه تقول له اديني مرهم اللي فيه ماده التاكروليماس. ده مش الاسم التجاري، ده الاسم ده العلم. اسم الماده الفعاله بس. بندي الصبح وبالليل شهرين ثلاثه بيرجع لون جلد طبيعي. طب هايل. في دكا بيقول دكتور انسلاخ الجلد عند الجبين بسبب استخدام الكلور، انا مش فاهمه قوي بس هو واضح ان هو حد بيتعرض لكلور او حاجه، ممكن يكون مدرب مثلا في حمامه السباحه انا مش عارفه، بس عنده مشكله. ده ايه؟ لا بيستخدم، اصل في ناس برضو من ساعه كورونا عندها وسواس كده.
اللي هي بتغسل ايديها بكحول وكلور وديتول والكلام ده. طبعا ده في منتهى خطوره. دي كلام فاضي يعني. طب. يعني كورونا كانت ميه وصابون بس. فده طبعا بيقشر جلد. فممكن يكون هو بيعمل كده بينظف جلده بكلور. هقول لحضرتك حاجه، انا مره قريت بوست على الفيسبوك يعني حد بينصح البنات اللي عايزين يفتحوا جسمهم ان هم يملوا البانيو ويحطوا فيه كلور. لا 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 انا مش بهزر والله، يا خبر ابيض. وتقعد في الميه دي بالكلور دي نص ساعه، فطبعا دي هتطلع عندها التهابات الدنيا، فقد يكون اعتقد ان بالكلور. ممكن الموضوع خطورته تبعد كمان عن الالتهابات بكتير. دي مصيبه اذا كان حمامات السباحه لو شويه كلور عاليه الولاد بيطلعوا ملتهبين، والعينين وقصص كتيره جدا. فاذا كان بيستخدم الكلور كتنظيف او اي حاجه ما يقربش منه تاني. ويا ريت بلاش ننصح بعض، الله يخليكم، على الفيسبوك. يعني الدكاتره موجودين ما قصروش معانا في حاجه واكتر من هايلين، بلاش نصايح الفيسبوك دي مننا لبعض. طيب، في دكتور امل بتسال: والدي بعد الكيماوي والاشعاع بسنه ونص بيظهر له حبوب زي قرصه ناموس كده وبيفضل يهرش فيها جامد ومفيش اي علاج جايب نتيجه. في كريم اسمه تكساكورت يدي منه الصبح وبالليل على البطروح ان شاء الله. طيب، وردة البستان بتسأل: ربنا يبارك فيك يا دكتور، ابني شاب 26 سنة وعنده التهاب مزمن في فروة الراس على شكل دمامل وبيتعالج بالمضاد الحيوي، ولو وقف العلاج بيرجع تاني ومش بيخف، هل في دواء تاني غير المضادات الحيوية؟ أكيد، بس طبعا ما ينفعش نقول الدواء كده في الهواء خالص يعني. فده بيحتاج فحص ضروري. لأن في أنواع من الأدوية غير المضادات الحيوية بتعالج الحالة دي بالذات. أوكي، فبس لازم ده لازم فحص، ما نقدرش نشخص على الهواء. او يبعت لي صورته على الفيسبوك واضحه ويكتب لي عليك. طيب، موجود صفحه دكتور هاني الناظر وموجود صفحه صباح الورد، تقدري تبعتي الصوره وهنرد عليكي لو بعتها لنا دلوقتي. دينا رمضان بتسال: ابني 7 سنين عنده حبوب في وشه وكتافه من يوم الولاده، بتحمر جدا مع المجهود والجري والعياط. نجيب غسول الكلامينا ونروجه كويس قوي وندهن الجلد مره الصبح ومره بالليل. اوكي، وده حاجه لطيفه وكريم ملطف ما فيهوش فيه كورتيزون ولا اي حاجه ويريحهم. طب المده بتبقى قد ايه يا دكتور؟ هل في مده لازم توقف ولا لغايه ما تروح؟ بس الحاجات دي ساعات تروح وتيجي. فبستعمله عند اللزوم دايما. اوكي، طيب، عاليه بتسال: لو سمحت يا دكتور، ممكن علاج الانتفاخ تحت العين؟ وحضرتك لك جزيل الشكر والتقدير. يعني انا هخش بعد اخلص البرنامج وعلى الصفحه بتاعتكم ازاي السؤال هكتب لها العلاج. لان ده لازم تقول اسم الدواء او اسمه طويل مش هتحفظه حتى لو قلته. طب احنا اسفين يا عليا مش هنقدر نقوله على الهواء، بس الدكتور هيكتبه لك على الصفحه، موجود على صفحه البرنامج. طيب، محمد كمان بيسال: مساء الخيرات، لو حد عنده سكر وبيهرش كتير لدرجه انه هيقطع جلده، حضرتك تنصحه بايه؟ رقم واحد السكر الضبط. ضروري ضبط السكر. لان السكر لما بيعمل كده فانا اشوف السبب ايه وابعد عنه. يعني المشكله دي بتبقى مشكله السكر في الاساس، ملهاش علاقه بالجلد من البدايه يعني. لا، ده بسبب عدم ضبط السكر. هيظبط سكر كويس مش هيبقى فيه هرش. الى حين كده ممكن استخدم قرص مضاد للهستامين طويل المفعول، قرص مع العشاء كل يوم لغايه لما اظبط السكر. طيب، سهيله بتسال: لو سمحت يا دكتور، ممكن روشتة لتساقط الشعر والشعر الهش جدا بسبب الرضاعه؟ هناخد لازم فيتامينات. لازم ناخد كبسولة الفيتامين الشهيرة دي معروفة اللي بكتبها لهم طول النهار. ياخد هي تاخد كبسولة بعد غدا كل يوم لمدة 4 شهور، وتختار دايما الشامبو اللي مناسب لشعرها وتغسل شعرها يوم بعد يوم. طب هل في طريقة يا دكتور ان السيدات اللي الحوامل واللي عندهم براس فيدنج والكلام ده كله، هل في طريقة ان هم يبعدوا تماما عن مشكلة الشعر الهش والشعر اللي بيقع والشعر اللي بيتساقط؟ لان دي مشكلة بتعاني منها كل السيدات في الفترة دي، فيا تلحق يا ما تلحقش. ايه الحل انها تقي نفسها من المصيبه؟ التغذيه جيده جدا. التغذيه جيده جدا، يعني البساطه الخضراء والحاجات دي، بالاضافه لكبسوله الفيتامين كل يوم. لازم تاخد فيتامينز. احنا الفيتامينات دي لازم نثبتها معانا، يعني دي واضح انها شيء اساسي في طبعا الموضوع. طبعا في حالات زي كده، وحتى الانسان الطبيعي، بقول للناس فوق ال 40 و 50 خد كبسوله فيتامينات متعدده الفيتامينات والمعادن كل يوم. اصل في ناس دايما تقول لك بلاش فيتامينز وخلينا نلجا للحاجات الطبيعيه، كتر الفيتامينات من غير استشاره الطبيب ممكن يؤدي الى حاجات زياده فيتامين دي تؤدي لحاجات. احنا اللي بنتباع على الزاي في امريكا في اي بلد. الحاجات اللي بتتباع على الرف ما قلقش منها. فهمت قصد حضرتك، اللي هي مش بوصف طبيب. يعني هتروح في امريكا اي دواء اللي عايز روشتة ما عدا فيتامينات هتلاقيها موجوده، فمش مشكله. اوكي، طيب، مكه بتسال: يا دكتور، ابني عنده بهاء وكل معالج مكان يظهر في مكان تاني، هل في علاج لمنع الانتشار؟ وابنها عنده 6 سنين. بس البهاء طبعا الكريمات دي بتساعد مع العلاج. لكن لما دهن حته بالكريم، الكريم اللي بدهنه هنا مش هيمنع اصابه في حته تانيه.
فالعلاج الموضعي كويس بس لازم مع علاج دوائي اساسي. احنا بنعالج البهاق دلوقتي حديثا بايه؟ بالادويه اللي بتمنع ظهور المرض. اللي هي الادويه المناعيه، لان ده نشاط زائد في الجهاز المناعي، فبناخد علاج مناعي يخلي الجهاز المناعي يشتغل كويس. فبيمنع انتشار وظهوره في حته ثانيه. بس لازم نشوف المريض، ده بيحتاج فحص لازم. طب على سيرة يا دكتور البقع والالوان المختلفه في الجلد، في نوع من انواع الليزر بيشيل البقع من الجلد، فلو حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده لان احنا جالنا برضو عنه اسئله كتير، سيدات كتيره بيبقى عندها اثار مثلا للحبوب، اثار ندبه او جرح قديم والكلام ده كله، هل بيختفي تماما بالليزر ده وينفع لكل الناس ولا لا؟ اولا طبعا بنبدا دايما البقع السمراء والحاجات دي والكلف بالكريمات. والكريمات بتتدرج في قوتها. اذا ان الكريمات ما جابتش النتيجه ممكن نلجا للليزر او التقشير. يعني العلاج الاول بيبقى كريمات. طب ليه بقى كريم. ليه بيبقى كريمات مش بسهل على العيان؟ ما هو الليزر ده بفلوس. عشان الموضوع مادي بس مش اكتر، لكن ما فيهوش خطوره يعني. لا لا ما لا، الليزر امن. طالما اللي بيقوم بيه طبيب او طبيب امراض جلديه متخصص صاحب خبره. مش طب لو تانية. مش صاحب خبره ومش متخصص، ما ايه السايد افكتس؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل لو حد عمل ليزر حروق؟ ده ممكن يعمل حروق يسيب بقع سمراء اكتر، يعني ممكن فعلا يتسبب في حرق. لو راحت لحد مش شاطر او طبعًا. مش متخصص ممكن الليزر ده يتسبب في حرق. يعني الليزر امن 100% ولا يسبب سرطان ولا يسبب امراض الا اذا حد قام بيه غلط مش متخصص، انما لو حد بيشتغله صح ودكتور متخصص لا خوف منه نهائي. طب بما اننا ذكرنا الاجهزه بقى عشان النساء اللي بيسمعونا يستفادوا، اجهزه كتيره دلوقتي موجوده لقصه السيلولايت، هل الاجهزه دي فعاله فعلا والناس بتشوف نتيجه؟ ناس كتيره تجربها وتقول لك ايه ما بيعملش اي حاجه ملوش اي لازمه، وناس تانية تقول لك والله من تامن جلسه من تاسع جلسه شفت تغيير واضح. لا في اجهزه حديثه خالص نزلت بقى لها سنه بتجيب فعلا نتائج كويسه. بتجيب نتائج كويسه من الجلسه كام تبتدي السيده تشعر ان في فرق؟ مش اقل من 6 جلسات. مش اقل يعني ما تحكمش من لحد سادس جلسه، احنا ما نقدرش نحكم دلوقتي. بالظبط. طب هل الكتر انا عارف الحاجات دي بتبقى اشعاعات برضو خفيفه؟ لا لا ما فيش خوف منها، لا ما لهاش اثار جانبيه، ما فيهاش ما لهاش اضرار. لا لا خالص. حتى لو اتعملت على فترات قريبه ولا لازم تتعمل على فترات متباعده؟ لا هي ليها جلسات بتتعمل كل بس كل شهر شهرين مش اقل من كده ابدا. بالظبط. صح كده؟ طيب في سؤال تاني دكتور لو سمحت، ولادي شعرهم في اماكن بتبور اعمل ايه؟ تقصد اكيد اماكن بتفضى يعني. بتفضى؟ ولادها اكيد اطفال بس خلي بالك ساعات الامهات بيبالغوا شويه. تلاقي بيبي عنده سنه وتقولي في فراغات وشعره خفيف، ده طبيعي يكون في فراغات. شيء طبيعي. صحيح. هم يتهيألهم الولد بيتولد شعره يتوزن. بس بشوف الكلام ده كل يوم يا جماعه مش كده. ما ندورش على شعر الاطفال قبل 3 4 سنين. فعلا. مش قبل 3 4 سنين وبعد كده كمان. طب ايه قصه ان شعر الاطفال قبل 3 4 سنين بيبقى تكتشر او بيبقى مثلا كيرلي وبعدين فجاه يبقى ستريت او يبقى العكس يبقى ناعم جدا وبعد 4 سنين بقى كيرلي؟ دي كلها صفات وراثيه. لسه احنا في مرحله يعني احنا لسه تكون. فعلا حتى ملمس الشعر وفتلته مش معروفه. كل ده بس حاجات بتيجي وتروح. هقول لك دوري على البنات دايما في السن بتاعت قبل البلوغ. هتلاقي تقولك شعرهم ماله بقى ناشف، دي مرحله النمو السريع. طفله من طفله هتبقى مدموزيل. العضلات بتتكون والعظم بيتكون وبتطول وبتكبر، فكل الغذاء بيروح على الحاجات الاهم دي. فبيقلل لحد ما في الشعر، فتلاقي الشعر يبدا يبقى ناشف يتقصف، وبعد كده اول ما تبقى يعني البيريود بتيجي وتبقى كويسه يرجع الشعر يبقى طبيعي. يعني اول ما تبقى دم وزال خلاص الدنيا بتبتدي تظبط لوحدها الا اذا كان هو وراثيا من الاول خشن يعني. دي حاجه ده امر الله وملناش غير الدعاء زي ما بتقول. هنقعد ندعي بقى ونشوف. طيب جنة بتسال يا دكتور انا بشرتي دهنيه وعندي حب شباب تعمل ايه؟ طبعا في ادويه بس انا هقولها طريقه سهله قوي. بتجيب يمكن انا قلتها هنا قبل كده مقدار ملح طعام على 9 مقادير ماء. يعني 1:9 ملح في ماء دوبه. فنجان على 9 فناجين. بالظبط فنجان ماء 9 فناجين ماء. اوكي. قلبه واغسل بيه وشي كل يوم، ده بيقلل الدهون جدا وعلاج الحبوب. ده كده مؤقتا لغايه ما هتبعت لي يا تروح للدكتور اكتب لها علاج بالتفصيل لانه علاج طويل. طب لو حد بشرته مش دهنيه جافه وبيطلع له حبوب، هل يقدر يستعمل ولا ممكن محلول الملح ده شويه ينشف له الدنيا اكتر؟ لا لا بينشف الحبوب بس ما بينشفش البشره، ينشف الدهون اللي جوه او تحت البشره. بالظبط كده. انا برضو يا دكتور كنت حاسه ان انا ممكن ابقى بفكر اتعاقد معاكي الحقيقه في يوم اجازتي انا موافقه. انا ممكن امضي دلوقتي، انا هقعد امضي الناس وما امضيش انا بعد البرنامج على طول.
نورتنا يا دكتور، وبجد صباحك صباح الورد، وميرسي على المعلومات والروشتات القيمه جدا اللي حضرتك بتديها لنا في البرنامج بتاعنا صباحك صباح الورد. دكتور هاني الناظر. ساده مشاهدين، دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، استنونا بكره في حلقه جديده من صباح الورد. صباح الورد والفل والياسمين عليكم.